Настя. انتباه، الإعصار قادم، اتركوا منازلكم. حسناً، سلام، فهمت، شكراً لك. ربما الإعصار شيء جيد أو سيء، أنا لا أعلم. انتباه، انتباه، إنه ليس جيداً. طفلة، هيا هيا هيا. الإعصار خطير جدا، انظري. تحدث بدون ضرر في البحار، تكون خطيرة إذا انتقلت لليابسة. والآن أنا أعلم، شكراً لك، مع السلامة. منزل جديد. لقد أحببته. مطر. انتباه، انتباه، الفيضان قادم، اتركوا منازلكم. حسناً، شكراً لك، سأختبئ. ماذا يقصد بالطوفان؟ أنا لا أعلم ما هو. انتباه، انتباه، فيضان، فيضان. طفلة، أنا هنا. اجلسي، هيا 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 بنا. منزل. ألا تعرفين ما هو الفيضان؟ لا. انظري، الفيضان هو ارتفاع الماء عن المجرى المائي، يحدث في الأماكن الممطرة ويكون قويا لدرجة لا يمكن إيقافه. والآن أنا أعلم، مع السلامة. انتباه، انتباه، الحمم قادمة، اتركوا منازلكم. حمم؟ حسن، سلام. ماذا تعني الحمم؟ هي، اتركي منزلك. احتاج مساعدة. يجب أن تعلمي خطر الحمم البركانية. حسنا. انظري، البراكين عبارة عن فتحات في الأرض يخرج منها الصخور المنصهرة والغازات والرماد بطريقة انفجارية ملقية ما بداخلها في الهواء. إنه منزل قوي جدا. مرحبا. انتباه، الزلزال قادم، اتركوا منزلكم. حسن، سلام. زلزال؟ ما هذا؟ أنا لا أعلم. هيا.
هو الزلزال؟ نعم، انظري. الزلازل عبارة عن اهتزازات قوية وسريعة للأرض تحدث عندما تصطدم الصفائح التكتونية، ويحدث حوالي 1,000,000 زلزال كل عام. رفاق، أعطوني الكثير الكثير من الإعجابات. الكثير. مع السلامة. مع السلامة.